اي والله عندنا مشاكل ما يعلم فيها الا الله، وحنا نعاني ككويتيين متقاعدين. حلو. رزقنا على الله ثم على هذا الحرج. نعم. مو الكويتيين، كل الجماعه الموجودين والمقيمين. نعم. لكن حنا نعاني طال عمرك من سوء المكان. المكان سيء جدا، يعني ما تجيها الا هليكوبتر. حنا يوم الجمعه، يوم الجمعه الصراحه تصير عندنا ازمه. ايه؟ يعني المكان يسكر من الشارع من من من, من الشارع العام الى هنا، يا الله تجيك السياره. ايه؟ وفاحنا زحمه بشكل ما تصور. لكن حنا نطلب من الله ثم من الحكومة الرشيدة أن تشوف لنا مكان مناسب يليق في هذا الحراج المبارك. أنا واحد رحت البلدية ونشطت البلدية والجماعة ما قصروا، ولكن كل واحد يقول لي روح للتجارة، روح للبلدية، روح للأشغال، لكن حياة لم تنادي. نعم. لكن حنا نطلب من الله ثم من المسؤولين المختصين أن يشوفونا حل بأسرع وقت. حنا ناس نعاني، حنا ناس متقاعدين، على الله وعلى هذا معاش التقاعد. عمي حر هني، حر حيل، ما في مكان تقعد فيه. يا رجل اقسم بالله نقعد في هالمكيفات والسياره تحتر. درجة حرارة 500. شو نسوي؟ الناس انت رزق الله، والله على الله وعلى هالحراج ينطلع لنا 20 دينار 30 دينار، يعني الحياة صعبة، المعيشة صعبة. نعم. كل شيء غالي. نعم. كل شيء نار. نعم. فشو نسوي احنا بالحالة هذه؟ ما لنا الا نطلب الله ان الله ينظرون لنا نظره انسانيه، يعني نطلب من الله من الجهات المعنيه ان تهتم في وضعنا. احنا ناس كويتيين متقاعدين مقيمين، رزقهم على الله ثم على هذا الحرج.